أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي فقاعة الباذنجان اليوناني، هذه اللي دا تشوفيها أمامك. هسا أشوف أنطيك المقادير والمواد وأشوف لك طريقة العمل. أكلتنا لهذا اليوم هي المسقعة اليونانية. راح أحتاج باذنجان، أحتاج بتيتا، أحتاج لحم مثروم نصف كيلو، أحتاج طماطة حجم متوسط عدد 2 مقطع مكعبات، أحتاج 2 عدد بصل متوسط الحجم مع فصين ثوم طحنتهم بهذه الطريقة، وأحتاج البشاميل والجبن طبعا أيضا. هسه راح أبدي أقلي الباذنجان نفس طريقتي اللي شوفت لكم بالفيديوهات السابقة، وأقلي البتيتا وأحضر اللحم وأرجع لكم. مثل ما تلاحظين عزيزتي قليت هنا البطاطس ومستمرة دا أقلي الباذنجان، طبعا قليت اللحم، راح أضيف له قليل من الفلفل الأسود حسب الكمية اللي أنت يعني تريدين. بعدين أضيف له الطماطم، أوطي النار وأغطي أتركه، أغطي وأتركه إلى أن ما تكتمل عندي باقي يعني أقلي باقي البطاطس أنتهي منها. عندي هنا البشاميل أيضا صار جاهز، البشاميل طبعا ما شوفت لكي شلون يسوون البشاميل لانه مسويته بحلقه سابقه، راح اخلي اللينك الاكله تحت الفيديو حتى تشوفين شلون نسوي البشاميل. هكذا راح انتهي من طبعا الباذنجان مثل ما شفتي عندي من حلقة سابقة شلون سويته. هو اخلي شوية زيت بالصحن وادهن الباذنجان هالشكل بالزيت وبعدين احطها بالمقلة. هسه عزيزتي بعد ما انتهيت من قلي الباذنجان والبوتيتوس وحضرت اللحم المفروم صار بهالشكل، ذاب كل الطماطس اللي خليتها ذابت بي. صفيت اول طبقه من البتيتا، بعدين راح اخذ طبقه من الباذنجان اصفها ايضا. بعد ما انتهيت من صف طبقه من بخلي اللحم المثروم كله اللي سويته اللحم، أرش طبقة من الجبن، أي جبن عندي بارميجان أو جبن أصفر، أي جبن متوفر عندي تقدرين تحطين هكذا. طبقة من البشاميل، وأرجع طبقة أخيرة من الباذنجان هكذا. بعد ما وضعت آخر طبقة من الباذنجان راح أخذ آخر شيء البشاميل هكذا أعدل كل البشاميل على الوجه، أخلي لها آخر طبقة من الجبن على الوجه وأخليها بالفرن درجة حرارة 250 وبس أشوفها إيش قررت من الوجه أطلعها من الفرن وأقدمها. هكذا صارت جاهزة عندي، راح أخليها بالفرن.
عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والأخير لمسقعات الباذنجان. هذه اللي بدي تشوفيها أمامك، قطعت منها قطعة، هذه القطعة أمامك بهذا الشكل. أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا.